السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلبة، اليوم إن شاء الله محاضرة رقم 5. السبريشن ديستنس يقصد بها هي الديستنس الواصلة بين رأسين فيكتورين. أنا يعني عندي الفيكتور R1 اللي هي رأسة عند النقطة P1 إحداثياتها X1 وY1 وZ1، والR2 اللي عند النقطة P2 إحداثياتها X2 وY2 وZ2. الديستنس الواصلة بين هالنقطة إلى هالنقطة هي طول الفيكتور. هذا الفكتور شلون اطلعه؟ اذا كان بهالاتجاه فهو R2 ناقصا R1، لكن اذا هذا الفكتور بهالاتجاه هو R1 ناقصا R2. هذا هو الفكتور اللي اقدر اطلعه من X2 ناقصا X1 باتجاه الـ AX، زائدا Y2 ناقصا Y1 باتجاه الـ AY، وزائدا Z2 ناقصا Z1 باتجاه الـ AZ. هذا هو الفكتور، لكن طول الفكتور راح اطلعه هو مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة. هذا هو طول الفكتور، راح اقول X2 ناقصا X1 تربيع بلس Y2 ناقصا Y1 تربيع بلس Z2 ناقصا Z1 تربيع تحت الجذر. هذا ينطيني قانون المسافة بالريكتنجولر. وسواء كان الفكتور هو R2 ناقصا R1 ولا R1 ناقصا R2، الطول هو نفس الطول اللي هو الديستنس، اللي هو هذا هو الفورم الأخير مالته. زين، هذا لو كان بالريكتنجولر. إذا أردت أطلع بالسندريكال لازم عندي مجموعة معادلات أخليها على بالي. هي هذه معادلات: الإكس يساوي لنا رو كوساين فاي، والواي يساوي لنا رو ساين فاي، والزد هو الزد. لا تنسون إنه الزد هي بالتو سيستم هي نفس الحالة، الزد بالريكتنجولر تساوي لنا الزد بالسندريكال. أعوض عن كل إكس عن إكس 1 بال رو 1 كوساين فاي، وعن الاكس 2 بالرو 2 كوساين فاي 2، وكذلك بالنسبه للواي 1 والواي 2 واعوضها بالقانون مالتي مال القانون الاول. راح بعد ترتيب المعادلات واجراء بعض العمليات الرياضيه راح توصل انه الديستنس بالسندريكال هي هذا القانون. على فرض اني عندي بالبي 1 رو 1 فاي 1 زد 1، وبالبي 2 هي رو 2 فاي 2 زد 2. لكن عندي مثلا بالسفيريكال لازم احط على بالي مجموعة هذه المعادلات اللي هي اكس تساوي لنا ار ساين ثيتا كوساين فاي، وواي يساوي لنا ار ساين ثيتا ساين فاي، والزد هي ار كوساين ثيتا. ايضا اعوض عن كل اكس 2 وكل اكس 1 وواي 2 والواي 1 والزد والزد 1 بهذه المعادلات، على اعتبار انه الاكس 1 هو ار 1 ساين ثيتا 1 كوساين فاي 1، والX2 هو R2 sin theta 2 cosine phi 2. عوضها وبعد إجراء بعض العمليات الرياضية راح أحصل هذا الفورم الأخير من الديستنس بالسفريكال. الفوليوم والسيرفس واللاين بالريكتنجولر وبالسندريكال وبالسفريكال، إحنا راح نبدي بالريكتنجولر. هذا هو الفوليوم بالريكتنجولر. على فرض أني عندي الإكس متغيرة من 1 إلى 3، والواي عندي من 2 إلى 4، والزد من 0 للـ5. هذا هو الإكس تغير من 1 إلى 3، والواي تغير من 2 إلى 4، والزد من 0 إلى 5. هذا هو الارتفاع. أني من عندما أسوي التكامل لهالأبعاد الثلاثة المتغيرة على هالأبعاد المنطينية راح أحصل الفاليوم لهذا الشكل اللي هو شكل متوازي المستطيلات. أنا عندي ثلاث أبعاد تغيرت، إذا أنا عندي فاليوم. لكن لو كان عندي بعدين تغيروا واحد من الأبعاد أو من الإحداثيات ثابت، هسه أنا عندي الإكس يساوي لنا 3 ثابتة، لكن الواي تغيرت والزت تغيرت. عندي الإكس ثابتة، الواي تغيرت والزت تغيرت. هذا هو الشكل الفور أو شكل السطح راح ينطيني إياه لما الإكس تكون كونستنت. هنا راح أشوفه على هذا الرسم أو هذا المخطط، هذا هو ينطيني الإكس كونستنت. لكن لو خليت الواي كونستنت، إذا الإكس راح يتغير والزد راح يتغير. إذا هذا هو شكل السطح اللي راح أحصله، أو شكل الوجه، أحد أوجه هذا الشكل هو لما يكون عندي الواي ثابتة. والوجه الأخير أو الشكل الأخير راح أحصله أو الأريا الأخيرة راح أحصلها هي لما يكون الزد ثابتة. من الزد ثابتة راح يكون الإكس متغير والواي متغير. فمثلا أنا لو أقارن هاي الأشكال اللي حصلتها بالشكل اللي عندي، هاي القاعدة جوا، القاعدة هذه هي لما تكون الزد تساوي لنا صفر بالضبط يشبه هذا الشكل، وهذه القاعدة اللي فوق هاي لما تكون الزد تساوي لي 5، تكون ثابتة الزد هنا 5. لكن هذا الوجه،
هذا الوجه المقابلنا بالضبط، هذا من المتغير عندي، عندي متغير الواي ومتغير الزد، اذا انا عندي هنا الاكس تساوي لي 3 وهاي هي مبينه. زين هذا لو كان بعدين، لو كان بعد واحد تغير والبعدين الثانيين مثابتين، اذا انا لازم احصل لي على لاين. انا هسه عندي هنا الاكس تساوي لنا 3 والزد تساوي لي 5، راح اثبت الاكس 3، هاي الاكس تقريبا 3 وهذه عندي الزد 5، اكمل المتوازي الاضلاع عمود احصل المحصله مالتهم، هذه تقريبا هنا هذا راح يكون النقطه هي 3 و5 للزد. الواي راح تاخذ كل ابعاد هذا الواي، هذا الخط كله راح ينطيني واي، يعني لو هنا اجيت هذه ايضا اقراها 3، ايش قد عندي الواي هنا بهالحاله والزد 5. انا اللي هنا اللي تهمني ان الواي هنا كانت 2 والواي هنا كانت 4. اذا الان من احصل يكون عندي 2 ثابتين وواحد متغير لازم احصل لي لاين. هذا بالسندريكال عندي هنا راح ينطيني الرو تساوي لي من الصفر الى الواحد، متغيرة من الصفر الى الواحد الرو اللي هو نصف القطر مالت الاسطوانة، هذه قاعدة الاسطوانة دائرية طبعا، والفاي من الصفر الى 2 باي، هاي فاي من الصفر الى 2 باي، والزد من الصفر الى 5 اللي هو ارتفاع الاسطوانة. لو كملت هذني الابعاد الثلاثة المتغيرة راح ينطيني الفاليوم مالت الاسطوانة. زين هاي لو كانت 3، لو كانت 2 متغيرين هسه انا مثلا عندي رو من الصفر الى الواحد، رو من الصفر الى الواحد تغيرت، والفاي من الصفر الى 2 باي، لكن الزد 5 انا لازم هنا انا اصعد، اذا راح تنطيني مساحة هذه الدائرة مساحة، من كون عندي بعدين راح ينطيني مساحة. ونفس الحكي لو كانت عندي الفاي ثابتة ولا الزد ثابتة، هاي عندي الزد ثابتة، ولو كانت عندي الرو ثابتة راح يتغير الزد وراح تتغير الفاي، ينطيني السطح الخارجي للاسطوانة. السطح الخارجي للاسطوانة، لكن لو فاي ثابتة، عندي هاي هنا فاي هل قد ثبتت، راح يتغير الرو وراح يتغير الزد، راح ينطيني هذا هو المتوازي الاضلاع، هو الشكل اللي راح احصله ومساحة المتوازي الاضلاع راح يطلع لي. هاي لو كانت اثنين متغيرين، لكن لو واحد متغير فقط، هذا عندي هسه رو واحد، هسه ثبتت من على هنا رو واحد، والزد ثبتت 5، إذا أنا هنا بهالنقطة هاي صرت، لكن الفاي تغيرت من الصفر إلى 2 باي، إذا راح ينطيني محيط الدائرة، محيط الدائرة لأنه لاين، لاين هذا، بعد واحد لاين. عندي الأبعاد المتغيرة هي الآر من الصفر إلى 2، والثيتا من الصفر إلى الباي، والفاي من الصفر إلى 2 باي، إذا راح بتكامل هذه الأبعاد راح ينطيني حجم الكرة، حجم الكرة. لكن لو كان عندي بعدين فقط متغيرين، هسه مثلا أنا عندي ثبتت الآر، ثبتت الآر عند هالقيمة هذه عند الآر تساوي لنا 2، والثيتا تغيرت من الصفر إلى الباي، والفاي تغيرت من الصفر إلى 2 باي، راح تنطيني بهالأبعاد هذه هو السطح الخارجي للكرة. لكن لو كانت الثيتا هي ثبتت عند قيمة معينة والآر تغيرت والفاي تغيرت، تنطيني هالكون هذا اللي هو رأسه المخروط الرأسه بنقطة الأوريجين، تنطيني مساحة هذا الكون. لكن لو كانت الفاي هي الثابتة، فاي تغيرت عند قيمة وثبتت، راح يتغيروا لي الآر من الصفر الى مثلا حتى لو الانفيتي ما عندي مشكله، وعندي الثيتا راح تتغير لي من الصفر الى الباي، راح ينطيني هل سمي، هذا سمي الشكل يعني هو ليس بالمتوازي اضلاع وانما شبه متوازي اضلاع، لكن اذا وصلت الار الى الانفيتي ممكن احصل هذا المتوازي الاضلاع. اذا مساحه متوازي اضلاع لما كانت فاي تنطيني كونستنت، وهذا لو تتذكروه هو نفس الشكل اللي حصلناه بالسندريكال. لكن هسه الحاله الاخيره لما يكون واحد من الابعاد بس، واحد فقط من الابعاد هو متغير والباقيين ثابتين، هسه انا ار ثبتت عندي 2 والفاي ثبتت عندي فاي على 2 اللي هي 90، هاي من هنا 90، لان تبدي الفاي تبدي القيسه من الزد،
والفاي عفوا الثيتا هذا ثيتا 90 والار 2 والفاي من الصفر الى 2 باي راح ينطيني الخط الاستواء اللي هو عبارة عن محيط الدائرة حول خط او حول الكرة الأرضية اللي هو خط الاستواء. اذا لاين لما يكون بعد واحد متغير ومن يكون عندي بعدين هو مساحة ومن يكون عندي ثلاث ابعاد هو فاليوم. ان شاء الله انفهمت بالنسبة لكم وماكو عندكم اي مشكلة في فهم هذه الاشكال هذه ودمتم بخير والى اللقاء.